The two amino sugars NAM and NAG represent the building block, the monomer of the Schachter layer that locates directly on the cell membranes of the bacterial cell. Select one. بعرفش شو الأربع كلمات بس أدور على بده يفهم معي خمس ثواني كرة. هذا بقى السؤال اللي عليك تحله فيه دقيقة في جامعة النجاح. وطبعا بعد شكوى الطلاب وتوجه الطلاب الى عميد كلية الطب والى الدكاترة بشكل عام، شو بك الرد؟ اعلى ما بخيلكم اركبوه. قمة الديمقراطية، قمة المحبة، قمة التشجيع، قمة التفهم في جائحة الكورونا. فيديو جديد ويلا فينا نعرض المشكلة. بس واعلى ما بخيلكم اركبوه، اكيد بتسجلوا لي انتو صح ولا لا؟ انا بقولكم هذا اللي راح تاخذوه وبس، وفش اعلان عالزاجل وفش رجوع على السؤال، واذا راح نظل نعمل امتحانات وراح نظل نشرح. واعلى ما بخيلكم اركبوه، سووا اللي بدكم اياه. طبعا هذا الحكي موجه لكم، احكوا لكل الطلاب واكيد مسجلين، لا بتحطوه على كل المواقع يعني، هنا مش خايفين ولا مستحيين، انتم احرار. ولن نقبل صيغ التهديد من الطلاب، لا كنا ولا راح نقول، لا راح على دورنا. اللي ما سمعش بالاخبار يسمع مني. طبعا في مشكله كبيره جدا نقدرش نتغاضى عنها. طبعا انا في طلاب توجهوا لي، طبعا اذا سالته انا مثلا شو دخلني، مثلا ما بتعلمش بجامعه النجاح، بس انا في اصدقاء وناس بعرفهم توجهوا لي شخصيا انه احكي بهذا الموضوع، لانه زي ما فهمت اذا انا حكيت بهذا الموضوع اذا هم يحكوا بهذا الموضوع بجوز رايحين ينفصلوا، اذا نشروا شيء على الفيسبوك بجوز رايحين ينفصلوا ويخلصوا لهم التعليم في الجامعه. هاي توريكم قمه الدكتاتوريه الموجوده في جامعه النجاح. فانا طبعا اخذت، طلبوا مني وافقت احكي واعرض المشكله، خليها توصل لنطاق اللي هو اوسع. طبعا المشكله هي كالتالي، قبل كل شيء بك طبعا نظام التعليم مش الكد نافع او ناجع في جامعه النجاح في نطاق التعليم عن بعد في ظل جائحه الكورونا. وطبعا ساعتها اعطوهم اختيار انه مثلا تقدروا مثلا في مساق معين تقدروا تعملوا مثلا ناجح راسب، يعني اذا عبرت علامه النجاح تقدر تحط بس ناجح بدون علامه، ولكي لا تحسب بالمعدل. ولكن ما قالوا لهم مش انه اذا عملت هيك القرص، اذا عملت هيك المساق مش رايحين يحسبوه للمنحه. يعني مش صح انه ما نحسبش بالمعدل العام، بس رايحين يحسبوه لمعدل المنحه، لانه في اذا جبت معدل معين راح تاخذ منحه من الجامعه. وطبعا في ظل جائحه الكورونا معروف قديش في مشكلة اقتصادية أصبحت عند العائلات، وصلاً يمكن ما قبل الكورونا في عائلات اللي هي طلاب طبعاً اللي يعني مثلاً جوز أبوه بحرث عشان يقدر يعلم الولد، وبالأخير يجي بعد كل هالحراثي بيجي عميد كلية الطب أعلى ما بخلكم يركبوه، بيعطيهم امتحان في 10 أساليب بسبع دقائق، الطالب ما بخلص يقرأ السؤال ولا خلص الامتحان يعطيك العافية. طبعا نقرا الهاشتاجات تبعت الطلاب. ممثلين المجمع خط احمر، مقاطعين مع الممثلين، كلنا مقاطعين مع الممثلين. المنحه حقي والمنحه انا بقول لك حقك يا طالب، لانك انت بتتعب وبتدرس، وبالاخير هذا ظلم انه يجي المحاضر يعطيك او الدكتور طبعا يعطيك امتحان فيه كثير اساليب بوقت اللي هو قصير. هسه المشكله بدت غير انه بسبب هذا ضيق الوقت، فالطلاب في مجموعه مكونه من 150 طالب في مساق معين عملوا جروب اللي هي مجموعه على الواتساب وحاولوا يغشوا، مشان اصلا يعني المفروض الواحد يتوقع انهم يحاولوا يغشوا مشان ينجحوا على كل، يعني لانه الطلاب هنا يعني خلكه معهم مش وقت يفكروا، معهم مش طريق، يعني النجاح في جامعة النجاح معدوم. كيف يعني اللي بعرف شو متوقعين الدكاترة لما عملوا هيك امتحانات وهيك قرارات، بس هذا اللي صار. فهم يحاولوا يغشوا، المحاضر اكتشف، طبعا مش يحاولوا حتى يعاقبوا
150 طالب، لا بده معاكم كل الجامعة. طب شو دخلهم باقي الجامعة؟ مع انه لو عاقبوا 150 طالب لازم نوقف معهم برضو، لانه الطريقة ما بني على باطل فهو باطل. فلما الطريقة من الاول غلط فتوقعش انه النتائج تيجي يعني صح. لما انت تعمل شيء غلط توقع الغلط. وطبعا هسه وصلوا لمرحلة انه اعضاء ممثلين عن كل كلية وكلية ذهبوا طبعا عشان يحكوا مع الجامعة بكل بساطة. يعني الجامعة طلعت عليهم هيك تمام، اعلم بخيركم اركبوه، مش رايحين يعملوا شيء، مش رايحين يغيروا. يعني حتى انهم يستمعوا ويتفهموا الطلاب مش موجودة. طبعا زي ما فهمت في ربنا الله، ربنا الله، زي ما فهمت انه في دكاترة فيش احسن منهم، انهم متفهمين بكل الوضع، بس زي ما فهمت منهم قلائل. تعالوا نقرا مراسلة ومحادثة بين دكتورة، طبعا زي ما فهمت انهم حتى بتراسلوا على الفيسبوك، يعني قالوا اذا بتراسلهم على الايميل بسمعوك ايش بردوش عليك، لازم عن طريق الفيسبوك. انا مش فاهم كيف جامعة يعني ماشي عن طريق الفيسبوك. تخيلوا انتوا جامعة مشان تتواصل محاضر لازم تديله رسالة على الفيسبوك، ودي له سمايلي اخرى مع ايموجي. نيجي نقرأ المحادثة هاي. دكتورة، نعم امبارح قدمت امتحان تواصل كان على 9 المساء، والصراحة انا كنت مفكر انه النشاط على 9 المساء وراحت علي. شو عمل لك يعني؟ تعلم تقرأ بعدين حاكيني. يعني حتى طريقة الكلام لا تدل على المكانة الموجودة فيها الدكتورة. يعني المفروض الدكتورة في هيك محل الرد تبعها يبقى راقي، مشان المحل هذا المحل تربية وتعليم بالأخير اسمها. فبزبطش انك تبقى دكتور وتحكي بهاي اللهجة، فيش عندك طرق المعاملة والمحادثة. هسا شو برد؟ طبعا والله يا دكتور لسه بفتح اشوف من وين لوين، استغربت انه على 9 الصبح. حكيت لك شو عمل لك، نزلت منشور على 5:30 الصبح اذكركم. طيب والحل دكتورة؟ كان لازم ارن على كل طالب مثلا انك تحل عني هاي الحل. حاضر. يعني صراحة انت اللي اعطيت لقب المحاضر السابج، انت مش طبيعية انك تحل عني. شو الحل؟ حل عني. لا الحل مش يحل عني، الحل انك تحاول تتفهميه. هاي مش طريقة اصلا تحكي فيها مع الطالب. في اخر مشكلة بيقولوا انه التعليم اصلا الامتحان قبل ما يقولوا شو الامتحان بتفاجئوا الطلاب قبل الامتحان بشوي بيقولوا شو الامتحان. يعني كيف بيضة كندر بتعرف شو فيها لحد ما تفتحها؟ نفس الاشي، بدك تعب توصل الامتحان عشان تعرف شو فيه بالامتحان. 40 سؤال ب30 دقيقة، يعني مش عارف انو اذا الدكتور نفسه بيقدر يحلها بهاي السرعة. يعني انا يعني اتحدى اذا الدكتور بيقدر يحلون بهاي السرعة. انه الطالب اصلا يعني في باقي الجامعات، وانا بحكي طبعا قياسا على جامعتي وعلى الجامعات اللي بعرفها، اصلا طريقة الاختبار المبنى والهيكل تبع الاختبار يبقى معروف من قبل بشهر ومتفق عليه، ممنوع يتغير، ممنوع يتغير قبل 3 ايام، قبل اسبوع، في وقت معين في حسب القوانين ممنوع يتغير. واذا تغير بيقدر الطلاب يعارضوا ويرجعوا الاشي. عسى زي ما فهمت هون اصلا في شيء حقوق الطالب هاي مش موجوده بجامعه النجاح. طبعا هاي اسم كيف والجماعة انه مثلا انقطعوا تيجي مع الف، تقرأ ولا ترفض، نفس الاشي عن حقوق الطلاب. يعني برضو يعني بس مسميات ومش موجودات. فالطلاب طبعا قرروا يقاطعوا ما يعملوش ولا امتحان. اللي طبعا الجامعة يعني الطلاب عاندوا الجامعة، فالجامعة تقول مش نتفاهمهم، لا نصير اعند، صار يحطوا لهم علامة صفر بكل مساق. طبعا كل مساق ومساق بدفعوا مصاري ملان، زي ما فهمت انه في مساقات انه 100 دينار و200 دينار على الساعة. يعني الاشي مش بسيط. وانا واخو مرة من نذكر ونقول تحت اخو جائحة الكورونا، يعني الاشي مصيبة انه الواحد يعيد مساق بهاي الشغلة. انه برضو انه زي ما فهمت فيش شي فرصة ثانية، كل الجامعات في فرصة ثانية. مثلا فشلت في الفاينل، في عندك فرصة ثانية
لا اخا فاينل مثلا تظبط مشان ما تعيدش المساق من اول ابو جديد. مش عارف شو بدي اقول يعني، غير انه للطلاب مش لحالكم انتو، احنا بنحاول نعمل اللي بسموه ضغط الاجتماعي والضغط الاعلامي اللي بنقدر عليه. بعرفش يعني عن جد شو هالطريقة هاي المعاملة، اعتقدش انه هذا اشي لازم يصدر. اي اعلم بخيركم اركبوه، بعدش انه هذا اشي لازم يصدر من عميد كلية الطب. وان شاء الله ربنا بيوفقكم، وان شاء الله كل بني ادم بيستحق المنحة ياخذها، لانه احنا في ظروف لازم الكل يراعي بعضه، مش الكل يكس على بعضه. وبتمنى الفيديو هذا اصلا يساعد او يعمل ضغط اجتماعي، ثورة اجتماعية بعرفش، بس ان شاء الله اذا بيوصل لناس اللي بيقدروا يخففوا على الطلاب وبيقدروا يتفهموا ويشدوا على الجامعة عشان يتفهموا، وان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.